تمام 10:30 ليلا في استديوهات قناة اليوم الفضائية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. حققت البرازيل انتصارا كاسحا على ضيفتها أوروغواي وغلبتها 4-1 في الجولة 12 من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية. رباعية البرازيل تناوب على تسجيلها كل من نيمار ورافينيا الهدفين الثاني والثالث وجابرييل باربوسا، فيما سجل هدف أوروغواي لويس سواريز. وبفوزه رفع سيليساو رصيده ل 31 نقطة في الصدارة، فيما بقي أوروغواي 16 نقطة بالمركز الخامس. وفي مباراة أخرى فازت الأرجنتين على بيرو بهدف سجله لاوتارو مارتينيز. الانتصار رفع غلة الأرجنتين 25 نقطة بالمركز الثاني. مشاهدينا الكرام، لمناقشة منافسات الجولة 12 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، أرحب بالإعلامي والمحلل الرياضي محمد نجيب من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا بك محمد على شاشة قناة اليوم. محمد هل تسمعني؟ أنا سامع حضرتك كويس. نعم محمد. محمد، إذن البرازيل تستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق انتصار مذهل وكبير وعريض على منتخب أوروغواي 4-1 ليجعل الفارق 6 نقاط مع غريمته الأرجنتين. بالضبط طبعا باكن على كلام حضرتك. البرازيل أثبتت بما لا دع مجال للشك بأن هم عادوا مرة أخرى للسيطرة على كرة أمريكا الجنوبية، لكن خليني قبل ما أدخل في الجزئية التحليلية أكتر، خليني أأكد مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة كمان على الحلقات الجميلة والمميزة اللي بتقدموها في البرنامج، فشكري وامتناني من هنا من مصر لفريق العمل بالكامل، قص الإخراج وقص الإعداد ولحضرتك طبعًا أستاذ عبد الجبار. سريعًا ندخل للمباراة، أعتقد إن بشكل كبير جدًا إن لم يكن كمان بشكل مؤكد، منتخب البرازيل أثبت إن هو هيوصل لكأس العالم قطر البطوله المقبله. عفوا محمد، البرازيل رسميا لم تصل بعد ولم تبلغ نهائي كاس العالم، طبعا عمليا هو وصل لكاس العالم، لكن رسميا هناك عده مباريات تجعل البرازيل رسميا في المونديال. تفضل. اعتقد تمام، انا ما عنديش مشكله خالص في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن انا بقول ان بشكل مؤكد هم كمان وصلوا لكاس العالم، حتى ولو منتخب البرازيل بال 31 بونت اللي وصلوا له وصل ليهم المنتخب البرازيلي في التصفيات، هيكون كمان من ضمن الاربع الاوائل بالحسابات اللي قاعد يحسبها معظم المتابعين والمحللين وحتى كمان اللي بيتابعوا الكره اللاتينيه بشكل خاص. خليني اقول لحضرتك ان في البدايه بشكل سريع جدا احب اقول ان بطل موقعه البرازيل ومنتخب اوروجواي هو مارسيلو بيلسا. ليه تحديدا بقول كده؟ لان بطل المباراه كان رافينيا. مارسيلو بيلسا اثبت ان رافينيا لعيب. قبل ما تشرح لنا كيف هو مارسيلو بيلسا يعود له الفضل في تحقيق الفوز، اذهب الان الى الاغادير في المغرب، ارحب بالاعلامي الرياضي محمد حسيني. اهلا بك محمد على شاشه قناه اليوم. محمد، ماذا فعل تيتي حتى استعادت البرازيل هيبتها بعد ان فقدت بريقها جزئيا أمام المنتخب الكولومبي في الجولة 5 المؤجلة؟ أولا مرحبا بك زميلي عبد الجبار، مرحبا بضيفك الكريم من مصر الشقيقة، مرحبا بكل متابعي قناة اليوم وبرنامج الرياضة اليوم. نعم كما تفضلت، المنتخب البرازيلي أو بالأحرى المدرب تيتي استعاد هيبة السيليسا والبرازيل الذي تفوق على المنتخب الألبي سيليستي أداء ونتيجة، وبالفعل المنتخب البرازيلي استعاد هيبته مع هذا المدرب الذي شكل او حدث طفره نوعيه، رغم انه فقد الكوبا لكنه ادى بشكل جيد، واصبحنا نشاهد المنتخب الوجه الحقيقي للمنتخب البرازيلي اضافه الى
نشاهد في كل مباراة أسماء ماركينيوس الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي لكنه لم يتم إقحامه، الآن أصبح بشكل رسمي. تيتي اعتمد على المنتخب الذي توج بالألعاب الأولمبية الأخيرة وطور هذا المنتخب، أقحم أسماء جديدة كإيدير ميليتاو، والآن النتائج تسير وفق المخطط له. المنتخب البرازيلي إن استمر على هذا الحال وطور من مستوى سيكون رقم صعب في مونديال قطر، الآن تفصله 3 نقاط فقط للوصول رسميا، ولو أنه بشكل كبير وكبير جدا ضمن التواجد بمونديال قطر، كيف لا وهو الشمس التي لم تغب قط عن المونديال، والتي سنشاهد الجماهير البرازيلية والمنتخب البرازيلي يزين الملاعب القطرية لسنة 2022. نعم فعلا شمس البرازيل لم تغب عن نهائيات كأس العالم منذ بدايتها، طبعا عن النهائيات. أعود إلى محمد نجيب في القاهرة. محمد، فعلا غزل لتيتي للمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الخبير ومدرب ليدز يونايتد باعتباره أعد هذا اللاعب بالشكل الجيد صاحب هدفي المباراة رافينيا، تفضل. طبعا مظبوط كلام حضرتك استاذ عبد الجبار، خليني ارحب صديقي الاعلامي الكبير استاذ محمد. خليني اقول لحضرتك ان الاعتماد كان على رافينيا بشكل كبير جدا في المباراه استاذ عبد الجبار، ده اللي خلى تيتي بينزل المباراه بيقدر يلعب في رسم الفريق بشكل مختلف جدا عن كل المباريات اللي فاتت، لان رافينيا بيقدر يقدم له التنوع على مستوى استخدام طريقه 4-3-3 او حتى 4-2-3-1 او انه يلعب ب4-1-4-1. شفنا كمان ان استخدام الكونتر اتاك في وقت ان الاوقات في المباراه تيتي قدر انه يتغلب على اوسكار تباريس بانه كمان يترك له منطقه المناورات منطقه وسط الملعب في انه يسيبها لفالفيردي ويسيبها كمان لنانديز اللي كان في اوقات كتير بيزيد ويبقى لاعب وسط ملعب ويغيروا الطريقه ل 3-5-2 او 3-4-3 في المنتخب الاوروغواياني، لكن قدر كمان انه يسيب له منطقه نص الملعب وطريقه الكونتر اتاك العظيمه اللي كل الناس عارفاها 3 لمسات تقدر او بعلى عدد لمسات توصل بيهم للمرمى، سجل رافينيا الهدف الثاني الهدف الثالث في المباراه اللي هو الهدف الثاني على مستوى المباراه. لكن تيتي انا بشوف انه كمان عنده بغض النظر انه عنده تنوع تكتيكي كبير جدا على مستوى استخدام المفاتيح، شفنا نموذج جديد بيقدمه مع المنتخب البرازيلي وهو استخدام نيمار بمهاراته كصانع لعب عكس ما يكون نيمار بيلعب كجناح زي ما شفناه قبل كده مع برشلونه وباريس سان جيرمان على مستوى وجوده في تيتي. اثبت في المباراه انه متفوق تكتيكيا بشكل كبير جدا على مقدم اوسكار تباريز، وده كمان اللي اثر على اوسكار تباريز وخلاهم يعملوا معاه اجتماع في الاتحاد الاوروغواياني في مكان معسكر التدريب، وقد يكون اوسكار تباريز مغادر للمنتخب الاوروغواياني بسبب انهم نعم. اقتربوا من ان هم كمان يخرجوا من التصفيات. نعم، تفوق تيتي وفشل أوسكار تاباريز. محمد حسيني، يعني ألم يحن الوقت ليتنحى أوسكار تاباريز بعد 15 عاما قاد فيه السيليستي إلى 3 نهائيات كأس عالم وطبعا لقب في كوبا أمريكا، 15 عاما من التدريب، ألم يحن الوقت ليغادر دفة السيليستي ويترك قيادة السيليستي لآخر ليجدد من دماء الأوروغواي؟ محمد؟ نعم، كما تفضلت أخي عبد الجبار، 15 سنة على رأس منتخب الألبي سيليسي حقق نجاحات، لا ننكر أن الرجل حقق نجاحات مع المنتخب الأوروغواي قمة 2011، لكن الآن ربما أفكار الرجل أو يحتاج إلى تجديد على مستوى الأفكار، يحتاج إلى أفكار جديدة، ربما حان الوقت. وكما أشرت وسائل الإعلام الأوروغوايانية أن اجتماع طارئ للاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم مساء في الساعة الأخيرة من مساء يوم أمس، وربما في الساعات القريبة بلا سنسمع أو تنحي تباريز
هذه حاجة سياسية غير قادرة بسبب القرار تولي قيادة المنتخب الأوروغواي. يعني ربما كما قلت وكما قال كما قال كافاني بعض المباراة، قال إننا نعيش في هذه الفترات يظهر اللاعبين الكبار ويجب التعامل مع هذه الوضعيات. ربما قال أن في الشهر المقبل في مباراتي الشهر المقبل يمكن تدارك الموقف، وبإمكان المنتخب الأوروغواي تدارك الموقف غير بعيد تماما عن الرباعي الذي سيذهب إلى المونديال، هو في مركز الملحق يمكن تدارك الموقف. لكن كما قلت على المنتخب الأوروغواي أن يفكر في دماء جديدة لهذا المنتخب، لأنه يملك لو شاهدنا العناصر التي يملك المنتخب الأوروغواي كبنتانكور كفالفيردي إضافة إلى لاعبين من عيار سواريز كافاني، ربما هناك بعض اللاعبين يمكن الاستغناء عنهم كدييغو جودين، ربما ذلك الحنين وذلك تلك العاطفة على طبعاً في الاعتماد على هذا اللاعب الذي ربما هناك لاعبين أكثر شذرة أو استحقاق من حمل القميص الأبيض السيليستي دائما، وهذا متعود من المدربين دائما اللاعبين الذين يحقق معهم النتائج يكون هناك نوعا ما من العاطفة، لكن لا مجال للعاطفة في مثل هذه الوضعيات. وربما نسمع في الساعات القليلة المقبلة عن تنحي تبريز بعد 15 سنة عمل من العطاء من الإنجازات رفقة البيزيستي. نعم فعلا تراجع كبير في مستوى الأوروغواي، أول منتخب أحرز لقب كأس العالم عام 1930 محمد نجيب، يعني هل تراجع مستوى الأوروغواي يعود إلى الإخفاق التدريبي أم الاحتفاظ بالمنتخب وعدم تجديد اللاعبين واستخدام لاعبين شباب إلى صفوف المنتخب كما يحدث لدى أغلب المنتخبات قارة أمريكا الجنوبية؟ مظبوط استاذ عبد الجبار، انا باكد طبعا على كلام استاذ محمد. احنا طبعا بنتكلم على ان المنتخب اوروجواي عنده معدل اعمار كبير، يكفي ان كمان جودين ما زال يلعب حتى ال 35 وبيقود دفاع منتخب يعتبر من الافضل في امريكا الجنوبيه. خليني اقول واكد ان امتلاك منتخب الاوروجواي لعناصر شابه ده موجود كتير جدا. احنا بنتكلم على الخط الخلفي، احنا ممكن كمان نلاقي خوسيه ماريا خيمينيز لاعب اتلتيكو مدريد الغائب عن المباراه، احنا عندنا نانديز، عندنا فالفيردي، عندنا بنتاكور على مستوى كمان الخط الامامي، في لعيبه مميزين كتير جدا ممكن تعتمد عليهم موجودين في اوروبا لكن لم يسلط عليهم الضوء. هي الفكره كلها بتكمن ان طول الوقت المنتخب الاوروبي لم يخرج بره العباءه الفنيه لاوسكار تافاريز، وده اللي اثر بشكل كبير على المنتخب الاوروجواياني عفوا في الوصول لمنصات التتويج بشكل مستمر. هو دايما منافس قوي ومنافس شرس، لكن عدم تجديد الدماء بالنسبه للمدير الفني، اتفق مع حضرتك في الجزئيه بتاعت ان المشكله بتكمن في الاداره الفنيه، طبعا بتكمن في الاداره الفنيه 100% بسبب ان المدرب لم يعتمد بشكل كبير على تجديد الدماء وما زال يعتمد على الحرس القديم، وده اللي اثر بشكل كبير على مستوى المنتخب. وان كمان لما تيجي تشوف او تحاول تعمل مقارنه ما بين المستويات اللي بيقدمها بعض اللعيبه في اوروبا زي هرنانديز في الدوري الايطالي، فالفيردي مع ريال مدريد او بنتاكور نفس الكلام، هتلاقي ان مستوياتهم مع المنتخب تكاد تكون غير مجديه او غير بناءه بالمره، عكس انديتهم اللي بيقدروا ان يلاقوا فيها التطور اللي بيحتاجوه مع المدربين بتوعهم. نعم من البرازيل الى الارجنتين وبالتحديد الى العاصمه بيونس ايرس وملعب المونيمونتال، وفيها حققت الارجنتين انتصارها السابع على ضيفتها بيرو وغلبتها بهدف دون مقابل لكن بصعوبه بالغه. محمد حسيني. نعم بصعوبة بالغة، لأن المنتخب البيروفي يعلم أنه لا مجال للأخطار للمنتخب البيروفي كما قال جاريكا، والمنتخب البيروفي يدرب مدرب أرجنتيني يعرف المنتخب الأرجنتيني تمام المعرفة، هذا ما قاله الحارس مارتينيز الذي قال واجهنا خصما صعبا وواجهنا مدرب محنك ومدرب يعرف المنتخب الأرجنتيني. لكن على نقيض سكالوني قال اننا تحكمنا في اطوار المباراه باستثناء ضربه جزاء الضائعه، المنتخب البيروفي لم يصل الى المرمى، لم يصل الى مرمى مارتينيز.
لكن كما قلت المنتخب البيروفي رغم الخسارة إلا أنه آمن بحظوظه وآمن بقدراته، لعب وفق إمكانياته. صحيح واجه خصم عنيد وفي ملعب صعب، في ملعب الموني مونتال وبحضور ألمع النجوم الأرجنتينية. النتيجة كانت طبيعية، النتيجة كانت متوقعة بانتصار المنتخب الأرجنتيني الذي أصبح هو الآخر على بعد نقاط قليلة من الوصول إلى بشكل رسمي إلى المونديال، تفصل 6 نقاط عن المنتخب البرازيلي وتنقص مباراة ستجمع مع المنتخب البرازيلي. سكالوني هو الآخر مثل تيتي، أصبح المنتخب الأرجنتيني الآن يقدم أداءات جميلة وجميلة جدا، فاز بالكوبا الأخيرة. لاعبين الآن نشاهد تنوع في اللاعبين، لوتارو مارتينيز الذي وصل إلى هدف رقم 17 في 33 مباراة، هذا اللاعب يقدم مستوى رائع، بالإضافة إلى النجم الساحر ليونيل ميسي الذي قال عانينا من الإرهاق، كما قال سكالوني كذلك أن أخذ 3 مباريات في تصفية كأس العالم هنا في أمريكا الجنوبية أمر مرهق عانينا. قال أن التعب والإرهاق ظهر على المنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني. عموما نتيجة كانت متوقعة وكانت مرضية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني على حد قول المدرب سكالوني في المؤتمر الصحفي، وتبقى فقط نقاط قليلة من الوصول إلى المونديال. جاك جاريك المدرب الأرجنتيني قال أنه ما زال متفائلا بمستقبل المنتخب البيروفي، قال رغم أنه حصد الخسارة في المباراتين الأخيرتين لكنه ما زال متفائل بخصوص تأهل المنتخب البيروفي الذي يحتل الصف ما قبل الأخير ب 11 نقطة تفصل 5 نقاط عن الملحق، لكن كل شيء ممكن. هناك مباريات صعبة وصعبة جدا تنتظر الرجل، لكن كما قلت كل شيء ممكن في عالم كرة القدم. يمكن للمنتخب البيروفي أن يضمن مقعد لكن صعب وصعب جدا. نعم محمد نجيب، الأرجنتين فازت ب3 نقاط لكنها عانت وعانت كثيرا في الموني مونتال كما ذكرنا. لو سجلت البيرو من ركلة جزاء لتعادلت. بالضبط أستاذ عبد الجبار. يعني خلينا أقول سريعا كده في البداية أن سكالوني مدرب أحرجني أنا بشكل شخصي، أنا واحد من الناس كنت دايما بنتقد أن المواهب الأرجنتينية هو دايما ما بيستطيعهاش، ودي حاجه من الحاجات اللي اثبتت لي في وقت من الاوقات ان انا كنت مخطئ. سكالوني تطور بشكل كبير جدا على مستوى كمان ادارته للمباريات، دخوله للمباراه دخل بطريقه 4-3-3، بستخدم رودريجو دو بول وبستخدم ليوناردو باريدس وبستخدم كمان جوفاني لوسيلسو على طريق ان هم يكونوا لي مثلثات خرافيه على مستوى التحركات وليس على مستوى امداد لوتارو مارتينيز او حتى انخيل دي ماريا او ميسي بشكل خاص. استخدامه كمان لرودريجو دو بول مع مولينا في لقطه الهدف الاول، دي حاجه من الحاجات اللي اثبتت لي انه كان قاري كويس بشكل كبير ريكاردو جاريكا مع منتخب بيرو اللي كان حاول ان هو يوصل كمان للمباراه زي ما حضرتك تفضلت قلت صعب بالكبار بالوصول لهدف من المباراه ثم التامين الدفاعي، لكن ركله الجزاء يوتن ضيعها بغرابه شديده. سكالوني استخدم لي في المباراه طريقه 4-3-3 الرسم التكتيكي ده في فرق كبير، وباكد ثاني استاذ عبد الجبار في فرق كبير ما بين ان انا اقول العب 4-3-3 وانزل في الملعب اطبقها بطريقه ثانيه. هو النهارده انا كنت بشوف ان سكالوني كان واقف على الخط، مدرب متمرس جدا بشكل كبير، عارف كل الخبايا الموجوده في المنتخب البروفي، ودي حاجه من الحاجات كمان اللي شفت ان جاريكا ما كانش قادر انه يجاريها. استخدام لابادولا كمهاجم وهمي في فلا مركزيه على انه كمان يضغط على كريستيان روميرو اوتوميندي قلبي دفاع المنتخب الارجنتيني، دي حاجه من الحاجات اللي كنت بشوف ان فيها اريحيه كبيره جدا للمنتخب الارجنتين، وده اللي وصل له سكالوني بنقطه ان انا العب عندي لعيب يقدر يلعب بدور الريجيستا زي ليوناردو باريديس اللي بيقدم مستويات جيده جدا مع المنتخب الارجنتين. فسكالوني تفوق بما لا يدع مجال الشك على ريكاردو جاريكا في المباراه، وان كان المباراه فنيا كان ريكاردو جاريكا بيحاول ان يوصل فيها انه يجاري منتخب الارجنتين، لكن المباراه فلتت منه بضيعه ضربه الجزاء او حتى على مستوى ادارته الفنيه للمباراه.
نعم محمد، في الأغادير ميسي خرج عن صمته وانتقد التحكيم في أمريكا الجنوبية، وخاصة حكم مباراة الأرجنتين والبيرو الذي أعلن عن ركلة جزاء مثيرة للجدل. نعم، ميسي في تدوينة على حسابه في الانستغرام قال مباراة صعبة، لكن هذا الحكم يقصد الحكم حكم مباراة الأرجنتين والبيرو، قال في كل مرة يعمل نفس الشيء، وكأنه يقصد السوء للمنتخب الأرجنتيني. التحكيم في هذه الجولة كان في قفص الاتهام بشكل كبير، ليس فقط في مباراة الأرجنتين والبيرو، وكذلك في المباراة الشهيرة مباراة كولومبيا والإكوادور، وكذلك المدرب الكولومبي رينالدو روندا الذي انتقد التحكيم وانتقد كذلك اتحاد الكولومبو. قال يجب على الأمور أن تتطور في هذا الاتحاد، يجب الأمور التحكيمية والأمور حتى الأمور الفنية. انتقد قال بأن في بعد مرور 20 سنة من آخر تتويج لمنتخب في القارة كأس في قارة عفوا أمريكا الجنوبية، أي المنتخب البرازيلي في سنة 2022، لا المنتخبات أمريكا الجنوبية غائبة تماما عن التتويج، لذا قال يجب أن تتطور الأمور في هذا الجانب فنيا وكذلك على المستوى التحكيم. التحكيم في أمريكا الجنوبية كما قلت في هذه الجولة يدخل في قفص الاتهام. المنتخب الإكوادوري انتقد التحكيم كذلك لأنه ألغى الحكم ألغى بعد العودة إلى تقنية الفار ألغى ضربة جزاء للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 74، وكذلك ألغى هدف مينا في الدقيقة 90 في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع في مباراة هيتشكوكية عرفت أحداث مثيرة ومثيرة جدا. ميسي كذلك في تغريدته على حسابه في الانستغرام قال هذا الحكم دائما يسيء الى المنتخب الارجنتيني، في كل مره يتولى في قياده مباراه المنتخب الارجنتيني. وكذلك تحدث ميسي عن صعوبه المباراه وقال ان الاعصاب كانت متوتره لذا كانت المباراه صعبه والمنتخب الارجنتيني ربما لم يظهر بوجهه المعتاد في هذه المباراه واكتفى بهدف، وكاد المنتخب البيروفي أن يعادل الأوتار لولا بشاعة تنفيذ ركلة جزاء من المهاجم البيروفي. وكذلك شاهدنا تلك اللقطة بين مارتينيز وأوتاماندي واللاعب كيف أثروا على مهاجم المنتخب البيروفي، هي سلوكات وكذلك أشياء تقع في عالم كرة القدم، الاستفزازات من تشتيت الذهن للاعبين. عموما التحكيم في هذه الجولة يدخل في قفص الاتهام في مباراة الإكوادور وكولومبيا وكذلك في مباراة الأرجنتين والبيرو. نعم محمد نجيب، هل التحكيم لا يرتقي إلى المستوى الفني في أمريكا الجنوبية؟ فعلا كما تفضل محمد حسيني ألغى هدف للإكوادور وعفوا هدف لكولومبيا وركلة جزاء للإكوادور في المباراة القمة التي جمعت بين كولومبيا والإكوادور، وأيضا احتسب ركلة جزاء للبيرو على الأرجنتين. تمام، كل الكلام اللي قاله الأستاذ محمد يعني بشكل مميز جدا. خلينا نتفق مع جزئية واحدة واختلف معه في جزئية. أتفق معه في جزئية إن الحكم البرازيلي في مباراة الأرجنتين كان متحامل نوعا ما على المنتخب الارجنتيني، لكن ركله الجزاء في خبراء كتير جدا اتفقوا على ان هي ركله جزاء وفي خبراء لم يتفقوا عليها. طبعا بحكم مواسطنا للكره في وقت كبير احنا بنشوف ان اي احتكاك مع المهاجم اذا لم تكن الكره قريبه من حارس المرمى اي احتكاك بيتم احتساب. نعم محمد، بصراحه الوقت ادركنا، الحديث كان شيق وممتع ومر مسرعا. في نهايه حلقه الليله اشكر ضيوفي الكرام الاعلامي الرياضي محمد حسيني من الاكادير المغربيه ومن القاهره المحلل الرياضي محمد نجيب، كما اشكركم مشاهدينا على كرم المتابعه. دمتم بخير، الى اللقاء.